تجاوز إضراب الأطباء المقيمين شهره الثالث في ظل سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها وزارة الصحة، فمطالب الأطباء المقيمين لا تتعدى حقوقا يكفلها الدستور ومطالب أخرى يستفيد منها المريض قبل الطبيب. مستوى الخدمات الصحية في مستشفياتنا يتدهور يوما بعد يوم، وهذا لانعدام الوسائل وتجاهل المسؤولين. ووضعية المستشفيات أقل ما يقال عنها أنها كارثية وبكل المقاييس، وكل مواطن في منطقته يؤكد هذا. فمطالبنا تهدف أساسا إلى النهوض بقطاع الصحة لتقديم أفضل خدمة للمواطن. فمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية التي أثبتت فشلها على مر السنين، فسكان المناطق الداخلية والجنوب لا يزالون يقطعون مئات وآلاف الكيلومترات للحصول على موعد في مستشفيات الشمال، والمرضى لا يزالون ينقلون في سيارات الإسعاف لإجراء الفحوصات والتحاليل. ولن ننسى حادث سيارة الإسعاف الذي أودى بحياة طبيبين وسائق سيارة والمريض. وبكل واقعية المستشفيات لا تتوفر على أدنى الوسائل، فكيف للطبيب المختص أن يمارس مهنته في ظل انعدام الوسائل؟ وكيف له أن يمارس مهنته وهو لا يملك حتى مسكن وظيفي وليس له الحق في التجمع العائلي؟ فمعظم الأخصائيين يقطنون بغرف داخل المستشفيات. فمطالبنا تتمحور أساسا في إنشاء مراكز استشفائية مجهزة بكل الوسائل من أشعة ومقابر وقاعات العمليات، وتعيين الأطباء من جميع الاختصاصات مع ضمان ظروف عيش كريمة للطبيب كالسكن اللائق والتجمع العائلي. نطالب أيضا بتحسين مستوى التكوين للأطباء الأخصائيين بإجراء تربصات ومؤتمرات. نطالب بالمساواة بين أفراد الشعب فيما يخص الخدمة الوطنية، فلماذا يتم إقصاء الطبيب من حق الإعفاء عند بلوغ سن 30؟ ما حدث في حوار الاجتماع الأمس تفاجأنا بعدم وجود الوزير، بالرغم من الصحة أنها في أزمة وكان متواجد في الخارج. نحن لا نطالب بمعاملة خاصة، نطالب فقط بالمساواة. وفي الأخير نحن أبناء الشعب وفي خدمة الشعب، وبرهننا على هذا في حملة التبرع بالدم وتوفير الحد الأدنى من الخدمة. فالمسؤول يعالج في مستشفيات فرنسا، وأبناء الشعب يموتون في سيارات الإسعاف وهم ينقلون إلى مستشفيات الشمال. فمعركة الطبيب في الحقيقة هي معركة المريض.